صباح الخير، صباح السعادة على كل مشاهدي قناة الصحة والجمال وكل مشاهدي قناة برنامج بقى بيت أميرة. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشيني كتير من الأسبوع اللي فات. يا رب تكونوا بخير، ويا رب دايما أكون عند حسن ظن حضراتكم. النهاردة هتكلم عن حاجة بسيطة جدا. قبل ما أخش في البرنامج هتكلم عن المصيبة والكارثة السوداء اللي عملها المذيع واللي بنسميه مذيع الإعلامي تامر أمين. بجد أنا مصدومة باللي هو عمله، إن هو بيتكلم على ناس أسياد البلد. تمام، مفيش أي مشكلة، أسياد البلد والناس العظماء الصعيدة. فعلا الصعيدة، لو أنت مش عارفهم، الصعيدة أصول، الصعيدة شجاعة وروح ودم، بيوتهم دايما مفتوحة في كل حتة. فبجد أنا متأسفة جدا لكل صعيد وكل الصعيدة فوق راسنا. بجد إن شاء الله بإذن الله. تمام يا جماعة، الكلام بيجي في وداني. النهاردة بنقول للأستاذة إيمان فتحي فودة كل سنة وانت طيبة بمناسبة عيد ميلادها. يا رب كل سنة وانت سعيدة وبخير وبصحة، وربنا يخلي لك أولادك وزوجك، ودايما في تقدم ومزيد من النجاح إن شاء الله بإذن الله. أختي وحبيبتي وصاحبتي وكل حاجة ليا، ربنا يخليكي دايما يا حبيبتي. النهاردة عندنا مفاجأة كبيرة جدا. المفاجأة ديت والمبادرة والمسابقة من برنامج بيت أميرة. النهاردة عندنا من بيت أميرة هنعمل مسابقة ما بين اللي عندهم مواهب. أي حد عنده موهبة، أي حد عنده فكرة جديدة، ممكن نطرحها ونجمعها ونعملها في فيديو. الفيديو ده ممكن تجيبه على برنامج بيت أميرة، مفيش أي حاجة خالص غير هتبعته لصفحة البرنامج. أول ما تبعته لصفحة البرنامج هنبدأ نشيره، وهتبقى مسابقة. المسابقة دي هتبقى إن شاء الله متاحة لجميع الأعمار إن شاء الله بإذن الله. أي حد ممكن يخش عليها إن شاء الله بإذن الله. هنعمل مسابقة كبيرة جدا، فيها حاجات، في حاجات مادية، في حاجات معنوية، وكمان المفاجأة إن هتسلم من إن شاء الله فنان إن شاء الله هيكون معانا وهيسلمها لك بنفسه. عايزين نشجع كل المواهب بإذن الله. عندنا النهاردة هنبدأ حلقتنا بالشيف اللي منورنا النهاردة، ودايما بنجيب ناس يعني إيه على قد المسؤولية دايما. النهاردة معانا الشيف اللي منورنا، الشيف هديل ياسر. إزيك يا شيف، منورنا وعامل إيه؟ الحمد لله بخير. شكرا لحضرتك طبعا على استضافتك ليا النهاردة، وبشكر قناة الصحة والجمال إن هي استضافتني، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنكم وعمل وصفات تعجبكم إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. عايزين نبدأ بقى بالوصفة اللي معانا النهاردة. هتعملي لنا إيه النهاردة؟ هي الوصفة كده كده هتنزل على التتر حالا. إن شاء الله هعمل كبسة بالدجاج. تمام. هقول يعني الطريقة على طول. هم ينزلوا المكونات صح؟ تمام. أول حاجة هنزل الزبدة اللي عندي كده، مكعب زبدة. تمام. ومعلقة الزيت. وهنزل بالتوابل اللي هي المجففة. فكرتيني والله، انا كنت في السعودية برضك وبحب الكبسة جدا. ايوه انا عملت لكم كبسة سعودي بقى. وهنا التوابل المجففة، الهيل والحاجات دي. تمام. وكده هديهم تشويحة الاول كده، وبعد كده هنزل بقية التوابل اللي عندي والملح. الوصفة نزلت يا جماعة ولا لسه؟ وهنزل عندي بقى بالبصلة والثوم، وأقلبهم. تمام. وبعد كده لما اشم ريحة التوابل بقى هنزل بالفراخة اشوحها وتاخد لون كده، وبعد كده بزود عليها الميه السخنه. تمام. يعني بتشوحي الدجاج مع الفراخ صح؟ مع التوابل الاول. مع الدجاج بحطه مع التوابل الاول تاخد لون كده. وبعد كده بقى ايه لما تاخد اللون الاصفر ده هنزل عليها بالميه السخنه. تمام. تغطي بس الدجاج كده واسيبها بقى تستوى، تاخد سواها كامل. خلاص تمام. احنا هنجيلك بس بعد ما ماشي هنشوف الضيف اللي معانا. الضيف اللي معانا مش اي ضيف،
النهارده معانا يعني حنجره ذهبيه زي ما بقول كده، صوت من الاصوات الجميله جدا فضيله الشيخ محمد حشيش. ازاي حضرتك يا شيخ؟ منورنا النهارده في بيت اميره. اهلا وسهلا بحضرتك، سعيد جدا والله بوجودي مع حضرتك. ربنا يخليك يا رب، بجد صوتك من الاصوات الجميله اللي دايما بتمتعنا، ونفسنا نبدا حلقتنا بحاجه دينيه تفرح قلوبنا كده. يعني احنا في ايام مفترجه، يعني ان شاء الله باذن الله تكون خير وسعاده على الامه كلها باذن الله. ان شاء الله تحت امر حضرتك. انا اولا انا اسمي محمد هاني عوض محمد منصور، واسم الشهره بتاعي محمد حشيش. تمام. ده لقب العائله يعني. وانا من قريه ابو داود مركز تميل امديد محافظه الدقهليه، وانا طالب بكليه اصول الدين والدعوه بالمنصوره بقسم التفسير وعلوم القران، وقارئ يعني تبع نقابه القراء بجمهوريه مصر العربيه. ما شاء الله، ربنا يزيدك يا رب. الله يبارك في حضرتك. ان شاء الله نبدا حلقتنا يعني بالتلاوه القرانيه اولا ان شاء الله باذن الله. تمام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله، بجد والله ترتيل جميل منك وصوت مبدع ما شاء الله. ربنا يحميك يا رب، ربنا يبارك في حضرتك، ربنا يزيدك من فضله زي ما بنقول. طب عايز اعرف يعني هل بامكانيه اي شخص ان هو يرتل عادي ولا لازم كورسات؟ وحضرتك إذا كان عنده موهبة أو صوت حسن فلا مانع، ولكن لابد يعني من شروط بالنسبة للترتيل أنه حضرتك يكون حافظ للقرآن الكريم ومتقن لأحكام التلاوة، لأن الصوت الحسن يجذب المستمع إليه. ما شاء الله. ولابد برضو من دراسة، يعني حضرتك درست في معهد الدكتور عبد الفتاح الطروطي في دورة فيها مقامات صوتية، وحضرتك فيها تعليم الأحكام، يعني شاملة كل شيء. يا ترى بتحب تسمع لمين أكتر يعني؟ والله حضرتك من القراء القدامى يعني سيدنا الشيخ مصطفى إسماعيل، ومولانا الشيخ محمد رفعت، والشيخ محمد سدين المنشاوي، يعني العظماء يعني كلهم. ومن المدارس الحديثة يعني مولانا رحمه الله، مولانا الشيخ محمد غاوي الطنطاوي، ومولانا الدكتور عبد الفتاح الطروطي.
يعني بارك الله في عمرك. ربنا يخليهم يا رب. ربنا يبارك في حضرتك ويحفظك يا رب. ربنا يخليك يا رب ونشوفك ان شاء الله في المقام اعلى واحسن باذن الله. ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يخليك. عايز اعرف تنصح بايه الايام ديت؟ يعني الشباب دايما بتتجه لحاجات كتيره، تنصح بايه الشباب اللي هم في الله حضرتك كده؟ وبالنسبه احنا في شهر رجب يعني من الاشهر الحرم، يعني قال الله عز وجل ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم، وقيل من هذه الاربعه الحرم هو شهر رجب. فانصح الناس بالصلاه وقراءه القران والذكر والمداومه على الاعمال الصالحه والبر، واسال الله ان يرفع عنا البلاء يا رب العالمين والوباء، وان يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا رب اللهم امين. ربنا يبارك في حضرتك. ايه اللي حببك في الانشاد او في التلاوه؟ يعني في البيت مثلا او مدرس حبيت؟ والله حضرتك يعني انا كنت بسمع للمنشدين اللي هم القدامى مثل مولانا الشيخ طه الفاشني والشيخ محمد عمران، فانا حبيت الانشاد. انا حضرتك اصلا قارئ، فايه انا متجه للانشاد قريبا يعني. ما شاء الله. فهو وبرضه اللي حاببني في الانشاد اكتر الدكتور عبد الفتاح الطروطي، فدايما بسمع له يعني في الانشاد وكده يعني. ويعني ودايما والدتي بتشجعني في البيت يعني. يعني احنا عايزين كمان دور الام والاب كمان، عايزين نتعرف برضك على ده دول دورهم كبير جدا والله. نحييهم يعني طبعا. ربنا يعني يبارك في عمرهم يعني، واسال الله ان يجعلني واياهم ممن يقال لهم يوم القيامه هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس انوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه. لا ده احنا كنا عايزين الله نسمعها بقى، كنا عايزين نسمعها. طب ممكن نسمعها بقى لماما والبابا يعني لوالدك ولوالدتك ان شاء الله باذن الله تكون منهم باذن الله. اسال الله ان يجعلني ويجعل والدي ووالدتي من الذين يقال لهم يوم القيامه هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس انوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه اولئك اهل الله والصفوه الملا. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يخليك يا رب، ودايما متالق ودايما من احسن لاحسن باذن الله. ربنا يبارك في حضرتك. طب عايز اسمع انشاد من حضرتك برضو كنت متالق فيه جدا. تحت امرك. ربنا يخليك. لي فيك يا ارض الحجاز حبيب، لي محمد وفي السماء أحمد وعند الإله مقرب محبوب، وله بطيبة روضة وله بطيبة روضة من زارها نال المنى، من زارها نال المنى وأتى له المطلوب. يا يوم ميلاد النبي محمد يوما سعيدا للأنام طروبا، سيدنا النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه.
وبارك على سيدنا محمد. بجد اتشرفت بحضرتك جدا، وان شاء الله يبقى لنا حلقات متواصله باذن الله. شرف لي والله، ربنا والله ربنا يخليك يا رب من تقدم لتقدم، وبجد متشكره ليك على وجودك معانا النهارده. انا اللي سعيد بوجودي معاك والله، ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك. ربنا يخليك يا رب، ربنا يبارك فيك. متشكره لحضرتك. هنرجع للشيف عشان نشوفها عملت ايه. ايوه انا حطيت بقى الفراخ اتشوحت في التوابل والزيت والسمنه، وبعد كده هي خدت لون اللي هو الاصفر حلو كده. هنزل بقى بالفيديو برضو، الفيديو بتاع حضرتك معانا برضو وانت بتعملي. ماشي، هنزل بقى بالميه الدافيه كده. تمام، بسم الله. حطيت الرز ولا لا؟ الرز مش دلوقتي، اما الفراخ تستوى تماما الاول كده. انا حطيت ميه غطت بس الفراخ، وهغطي عليها واسيبها ان هي تستوى. والرز بقى لما الفراخ بتستوى بشيل الفراخ وبعد كده بحط الرز. تمام. هو الشيخ جاي على ناوي على اكل معانا يعني، صح ولا ايه يا شيخ؟ طب تمام كده بقى، انا هسيبها ان هي تستوى والرز، وعلى ما هي تستوى هكون انا ظبطت المقادير الوصفه الثانيه اللي هي طاجن ام علي بالمكسرات والقشطه ان شاء الله. على ما هي الفراخ تستوى كنا ظبطت المقادير يعني ان شاء الله. خلاص تمام ماشي. احنا هنطلع فاصل ونواصل مع فقرات جديده وكتيره مع بيت اميره، انتظرونا، اوعوا تروحوا في اي حته.